طائرة خاصة تنقل الوداد والمحمدية معا إلى وجدة. رافق فريق شباب المحمدية لكرة القدم نادي الوداد الرياضي عبر طائرة خاصة صوب مطار وجدة استعدادا لمباريات الجولة 29 من البطولة الاحترافية. وكشف مصدر مطلع أن الفريقان فضلا اكتراء طائرة خاصة من أجل الانتقال معا إلى وجدة، وذلك بسبب وجود صعوبة في حجز رحلة عادية نظرا لإقبال كبير لأنصار النادي الأحمر على الرحلات الجوية. ومن المقرر أن يواجه النادي الأحمر مضيفة مدير وجدية يوم الأربعاء بداية من الساعة 6 مساء على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، في حين سيلاقي شباب المحمدية مضيفه نادي النهضة البركانية في نفس اليوم انطلاقا من الساعة 8:30 ليلا على الملعب البلدي ببركان.